أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الحمل الأحد 1 أغسطس 2021. هذا اليوم مناسب بشكل خاص لقضاء الوقت مع عائلتك. اذهب للحصول على بعض الروابط مع والديك أو أختك، أو استمتع بوقت هادئ مع زوجتك. شارك في نشاط ممتع مع أطفالك حتى لو كان ضغط العمل يهدد بالتصاعد، فضعهم جانبا واحتفل بالتجمع. قد تتفاجأ بما يمكنك تعلمه من هذه الجلسات العائلية. عاطفيا، تحتاج إلى خلع النظارات ذات اللون الوردي عند فحص علاقاتك الحالية واتخاذ الخطوة الجذرية اللازمة. لا تجر علاقة لمجرد أنها من المفترض أن تكون أو بسبب الضغط الاجتماعي. افحص ما إذا كان ذلك يجعلك سعيدا، وإذا لم يكن ذلك هو السبب فهذا هو الوقت المناسب للتخلص منه. مهنيا، قد تتلقى أخبارا جيدة تتعلق بعملك. يمكن أن تكون ترقية أو زيادة أو مهمة جديدة أو موقع جديد مرغوب فيه أو تغيير الوظيفة أو عرض من شركة مختلفة. تبقى متاحة في مكالمات قصيرة، يمكن أن يكون هاتفيا أو عبر البريد. اظهر لصاحب العمل أو زميلك الجديد موقفك الاستباقي. كن مستعدا عقليا لأن الدور الجديد سيكون صعبا. صحيا، ستتحسن قدراتك الإبداعية يوما بعد يوم، ولكن سيكون هذا هو الحال مع عبء عملك. يجب أن تريح نفسك في مثل هذه الحالة من عبء العمل للحصول على تدليل مع العلاج بالراحة. ستعمل التمارين المنتظمة على تحقيق العجائب وتمنحك اللياقة البدنية للمواجهة التحديات اليومية وجها لوجه.